ما الذي يفعله هذا الطالب؟ هل نخبر مشرف المدرسة عنه؟ بالتأكيد، هيا نذهب. لكن ألا يعتبر التبليغ عنه وشاية؟ لا، وعلينا دائما التبليغ عن أي سلوكيات خاطئة نشاهدها. مثل ماذا يا سلامة؟ مثل الرسم على الجدران، أو معاملة الأطفال بقسوة، أو الاعتداء عليهم. من الآن فصاعد سأبلغ عن أي ممارسات خاطئة أو عنيفة يتعرض لها الأطفال.